حاجة. ايه السبب؟ محدش فاهم حاجة. نحاول نفهم. الأستاذ هاني عبد الصبور الناقد الرياضي، أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك يا أستاذ عمرو. هو كهربا اتعاقب ولا ما اتعاقبش؟ لا، كهربا اتعاقب رسميا. كان في اتصال هاتفي ما بيني وما بين السيد المستشار شيرين فهمي نائب رئيس لجنة الانضباط، خلال اتصال توقيع عقوبة على كهربا 12 مباراة وتغريمه. دي واحدة يا أستاذ هاني. تاني، حضرتك بتقول لي ان انت كلمت القاضي الفاضل الاستاذ شيرين المستشار شيرين وقال لك انه في عقاب فعلا تم توقيعه على كهربا، انا فاهم صح؟ 12 مباراه وتغريمه مليون جنيه. ده التصريح الرسمي الوحيد اللي صادر من لجنه الانضباط كان من خلالنا. لكن بعد كده فوجئنا بقى بالتفاصيل الثانيه، ان اتحاد الكره يعني تم ارسال العقوبه من لجنه الانضباط الى اتحاد الكره قبل مباراه سموحه امس. اتحاد الكره رفض، خصوصا يعني قالوا كده نصا، انتوا ليه بتورطونا وبتحرجونا مع جمهور النادي الاهلي؟ ازاي اوقف كهربا قبل مباراته امام سموحه ب 24 ساعه؟ الموضوع عندكم في لجنه الانضباط بقاله وقت كبير جدا، ليه سر الاعلان عن العقوبه في هذا التوقيت؟ ورفضوا الاستلام وقالوا لهم تعالوا لنا بعد مباراه سموحه، بحيث ان احنا لما نستلم هنبقى مضطرين نعلن رسمي من تاريخ استلام. فهو يستلم بكره، يستلم بكره او بعد بكره، ويعلن قبل مباراه الرجاء المغربي، على اعتبار ان الايقاف لا يسري على البطولات الافريقيه ومنها مباراه الرجاء المغربي. فانت دلوقتي حاجتين بتقول لي، معلومتين. المعلومه الاولى ان العقوبه حقيقيه وهي 12 ماتش، ولا يمكن تغييرها من خلال اتحاد الكوره؟ لا يمكن تغييرها، لكن يمكن الاستئناف عليها، يعني ممكن الطعن على العقوبه في لجنه، يعني لجنه التظلمات يعمل تظلم كهرباء، والتظلم هنا طبقا للتصريحات المسؤولين القانونيين داخل اتحاد الكره والمستشارين القانونيين وتصريحات لجنه التظلمات، الطعن او الاستئناف على العقوبه يوقف تنفيذها فورا لحين ورود قرار نهائي في التظلم. ما ده خلاف تاني، انه الاستئناف على العقوبه يوقفها او ما يوقفهاش. ده الاستئناف على العقوبة، اتحاد الكورة لجنة الانضباط تؤكد ان الاستئناف على العقوبة لا يتم ايقافها، وده بيستشهدوا فيه بما حدث مع امام عاشور لاعب نادي الزمالك. في الوقت اللي اتحاد الكورة ولجنة التظلمات المصادر فيهم بتأكد ان الاستئناف يوقف العقوبة، لان ممكن الاستئناف يقول او التظلمات تقول كهربا مش هيتوقف ولا مباراة، فبالتالي لو اتوقف اي مباراة تكون العقوبة ظالمة على كهربا. عندنا ازمة يا استاذ عمرو في مصر، تضارب اللوائح، ما عندناش لائحة نقدر. طب ليه ما حدش من اتحاد الكوره من امبارح لغايه النهارده قال لنا يا جماعه على فكره انا جالي الموضوع ده متاخر، حبيت فيهم كذا، ما حدش عبرنا ليه؟ ما حدش عايز يرد، ما حدش عايز يتكلم، تواصلنا مع اكتر من مسؤول. ايوه يعني ايه الفكره؟ يعني دلوقتي انا فاهم دلوقتي هو بيقول لك ايه؟ انت جاي تقول لي الساعه 12 بالليل واحنا قاعدين بنتسحر والاهلي هيلعب بكره، فاستنى بعد كده. قول لي والله انا جات لي الورق متاخر وهنظر فيه واقول لك يوم الثلاث او يوم الاربع. ما يقدرش يقول كده برضه، هو ما يقدرش يطلع بتصريح رسمي يقول كده، لان العقوبه هتبقى واجبه التنفيذ منذ استلامها. يعني لو لجنه الانضباط قالت لاتحاد الكره او اتحاد الكره استلم يوم 10 ابريل العقوبه بايقاف كهربا، لازم يخطر النادي الاهلي العقوبه بالمناسبه كهربا ورئيس نادي الزمالك، فساعتها اتحاد الكره هيكون مطالب باختار نادي الزمالك وكهربا يوم بتاريخ استلامه للعقوبه عشان يبدا تنفيذها، ولازم وقتها كهربا يقدم تظلم او استئناف عشان يقدر يوقف العقوبه. فعشان يطلع مسؤول يقول ان انا جات لي التظلمات لجنه الانضباط بعتت لي عقوبه بايقاف كهربا وانا قلت لهم تعالوا لي ثاني بعد 48 ساعه، ده تصريح خطير جدا هيؤكد ان اتحاد الكره بيتلاعب بالقرارات لصالح انديه معينه وهيدخله في ازمه